لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
لك الحمد كما ينبغي لوجهك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجل عظيم وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد أنت الأول فليس قبلك شيء لك الحمد أنت الآخر فليس بعدك شيء لك الحمد أنت الظاهر فليس فوقك شيء لك الحمد أنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد أنت الحق لك الحمد أنت الحق ووعدك حق والنار حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد أنت رحمن السماوات والأرض لك الحمد كثيرا لك الحمد كثيرا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة لك الحمد على آلائك الكثيرة لا نحصي ثناء عليك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد أنت الرب وكلنا لك عبد أنت الرب وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت لا مانع لما أعطيت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الكثيرة لك الحمد على نعمة الإسلام لك الحمد على نعمة الإيمان لك الحمد أنزلت علينا القرآن لك الحمد بعثت فينا محمدا صلى الله عليه وسلم لك الحمد على ما وفقتنا وهديتنا لك الحمد على ما وفقتنا وهديتنا ما كان لنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إنا نسألك بختمنا لكتابك في شهرك المبارك في هذه الليلة المباركة أن تجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا اللهم تقبل منا ختمتنا اللهم تقبل منا ختمتنا اللهم تقبل منا ختمتنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا في يدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن وعلمنا القرآن واجعله شفيعا لنا يوم الوقوف بين يديك اللهم اجعله شفيعا لنا يوم الوقوف بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بك آمنا، ولك أسلمنا، وبك خاصمنا، وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، وفي هذا المقام المبارك، أن تجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم قنا عذابك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم احشرنا في زمرة المتقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم عاملنا بعفوك ورضوانك، اللهم عاملنا بعفوك ورضوانك، عفوك أكبر من معاصينا. عفوك أكبر من معاصينا، ورحمتك أوسع من ذنوبنا. من لا
من يرحمنا إن لم ترحمنا؟ من يغفر لنا إن لم تغفر لنا؟ اللهم عفوك ورضوانك، اللهم عفوك ورضوانك والنجاة من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم إنا نسألك الهدى، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم اجعلنا لك مطواعين. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ولا تجمع علينا خوفين، اللهم ولا تجمع علينا خوفين. اللهم أمنا يوم القيامة، اللهم أمنا يوم القيامة، ولا تجمع علينا خوفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن سبقونا إليك، اللهم اغفر لمن سبقونا إليك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم ونفس كرب المكروبين، اللهم ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وأبطل سحر الساحرين، اللهم وأبطل سحر الساحرين وعين الحاسدين، اللهم أبطل سحر الساحرين وعين الحاسدين. اللهم واكف المسلمين شرورهم واجعل كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء وفتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق المبين. اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين.
اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إله الحق إن عذابك بالكافرين ملحق اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب اللهم قاتل كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك ولا يؤمنون بوعدك ووعيدك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل الدائرة عليهم اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم واحقن دماء المسلمين اللهم واحقن دماء المسلمين اللهم واحقن دماء المسلمين اللهم قنا وإياهم الفتن اللهم قنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا جواد يا كريم يا أرحم الراحمين اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وشديد نقمتك فأنت أشد بأساً وأشد تنكيلاً اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم يا ربنا ويا مولانا لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم ولا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا من عطاياك محرومين وأنت الجواد الكريم وأنت أرحم الراحمين ليس لنا رب سواك فندعوه وليس لنا رب سواك فنرجوه لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اللهم ما استكبرنا عن عبادتك ولا استغنينا عن طلبك اللهم قلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فاللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم وآتنا ما وعدتنا على رسلك اللهم وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك بوجهك العظيم أن تثبتنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرفها على طاعتك
اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.